مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا السرقة الحلال في الإسلام والسؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب بيقول يظهر أن العقوبات الجنائية في البلاد الإسلامية تخالف السنة مثلا قطع أصابع السارق وترك إبهامه إن كان سرقة لأول مرة وقد حدث ذلك في ايران فهل هذا من السنه خلينا نشوف الاجابه بتقول ايه السرقه محرمه بالكتاب والسنه والاجماع وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبه تناسبه فجعل حد السارق ان تقطع يده قال تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم المائده 38 هنا في واحد بيسال انه شاف ان طريقه قطع الايادي في ايران هو انهم بيقطعوا الصوابع يعني من الابهام وكده فبيسال الطريقه الصحيحه فالجواب ان الله قال ان السارق والسارقه اقطع ايديهما والحقيقه ان الكلام ده كان قبل الاسلام والرسول الاسلام طبق اللي كان في الجاهليه وخلينا نشوف الكلام ده من تفسير القرطبي لسوره المائده 38 بيقول ايه قد قطع السارق في الجاهليه واول من حكم بقطعه في الجاهليه الوليد بن المغيره فامر الله بقطعه في الاسلام فكان اول سارق قطعه رسول الله في الاسلام من الرجال الخيار ابن عدي بن نوفيل ابن عبد مناف ومن النساء مره بنت سفيان ابن عبد الاسد ابن بني مخزوم وقطع ابو بكر اليد اليمنى التي الذي سرق العقد قطع عمر يد ابن سمره اخي عبد الرحمن ابن سمره ولا خلاف فيه يعني رسول الاسلام وابو بكر وعمر قطعوا ايادي الناس طيب انا عايزه كده تتخيلوا معايا عمرك شفت حد مسك قطه او كلب وقعد يقطع ايديهم لو انت شفت كده تقول عن الناس ايه اللي هي بتمسك الحيوانات وتعمل فيها كده فما بالك بالانسان فالاسلام ما بيحترمش انسانيه الانسان بيقطع الايادي والارجل وخلينا نكمل الاجابه قال النبي تقطع اليد في ربع دينار فصعد رواه البخاري ولعن النبي السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع استوريكا سرع فساده وتعدى على غيره في جسم الأمة فقال عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وده في البخاري ومما يدل على أن هذا حكم مؤكد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيما الله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والحديث في البخاري وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع اليد يد السارق من الرسخ وطبعاً حديث فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت ايديها ده حديث كل الناس بتقوله وعارفينه لكن الحقيقة لما علي حب يتجوز على فاطمة الرسول رفض وقال ما يؤذيها يؤذيني وما يربها يربني مع ان الجواز ده برضو شرع الله وشاف ان لو علي اتجوز عليها دي اذيه لفاطمة وان كده الرسول بيعترف ان شرع الله مؤذي وخلينا ايه نكمل قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير تقطع اليد من الرسخ وهو المفصل بين الكتف والزراعة قال القرطبي قال الكافة تقطع اليد من الرسخ لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد, اليد وترك الإبهام طبعا لما الإيد تتقطع من الرسخ النزيف ممكن بيؤدي للوفاة فكانوا بيعملوا إيه بعد ما بيقطعوا بيحسموا وحسم الايد يعني ايه يعني بيحطوها في زيت مغلي يعني بدل العذاب هيكون عذابين خلينا نكمل الاجابه ولان قطع اليد امر عظيم فان قطع يد السارق لا يكون عند اي سرقه بل لابد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق وهذه الشروط هي ان يكون اخذ الشيء على وجه الخفيه فاذا لم يكن على وجه الخفيه فلا تقطع كما لو انتهب المال على وجه الغلبه والقهر وعلى مراه من الناس او اختصبوه لأن صاحب المال يمكنه النجدة والأخذ على يده يبقى أول شروط أو أول شرط عشان يقام حد السرقة لازم يكون خفية بس انت لو رحت سرقت عن طريق النهب ما تخافش ما حدش هيقيم عليك الحد ونكمل الإجابة أن يكون المسروق مالا محترما لأن ما ليس بمال لا حرمة له كالآلات اللهو والخمر والخنزير يعني ممكن تسرق محل بيع آلات موسيقية محل خمرة أو ممكن تسرق لحم خنزير ما تخافش خلينا نشوف إيه الباقي الإجابة أن يكون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى أن يأخذ المسروق من حرزه وحرز المال ما تعود الناس على حفظ أموالهم فيه كالخزانة مثلا خمسة لابد من ثبوت السرقه وتكون اما بشهاده عدلين او باقرار السرقه على نفسه مرتين سته لابد ان يطالب المسروق منه بماله فاذا لم يطالب لم يجب قطعه فاذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعيه التي نحت شريعه الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان انفع. علاج لهذه الظاهره ولكن الامر كما قال عز وجل في سوره المائده 50 افحكم الجاهليه يبغون الى اخر الكلام يبقى اولا عشان تقطع ايدك او تقطع الايد ده كان اصلا في حكم الجاهليه ثانيا فين حد السرقه انت كمسلم لو خنت الامانه او نهبت او اختلست مش بتعتبر سارق وخلينا نشوف الحديث من الدورة الثانيه. وتصحيح الحديث هيكون قدامكم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وشرح الحديث بيقول من الدرع الثانيه بيقول ايه هذا الحديث يقول النبي ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع اي ليس عليهم حد السرقه والمراد بالخائن هو الذي خان امانه كانت عنده سواء على سبيل العاريه او الوديعه فياخذها ثم ينكرها او يدعي ضيعها والمراد بالمنتهب هو الذي. يأخذ المال علي وجه الغلبه والقهر ويطلق عليه ايضا المغتصب والمراد بالمختلس هو الذي يأخذ المال جهرا علي حين غفله من صاحبه ويذهب به مسرعا وانما جعل الحد في السرقه لتكون ابلغ في الزجر عنها مقارنه مع غيرها من صور سلب الاموال التي ربما يقدر صاحب الحق ان يرد حقه بالقضاء بظهور بينه. يعني تسرق الالات الموسيقيه اسرق خمرة، اسرق مزرعه خنازير او اختلس او انتهب او خون امانه كل ده مش سرقه تعرض تعرضك يعني القطع الايد ليه يعني انت ممكن تروح انت ومجموعه عصابه تنهب محل دهب بالسلاح محدش هيقطع ايدك ولو في دوله اسلاميه تطبق الحدود محدش هيقطعها ما تخافش طيب احنا ممكن نسمي دي ايه ممكن نسمي دي؟ هل دي ممكن تكون السرقة الحلال؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة من س وج